حلو. برافو عليك استاذ جميل، حلوه كثير. عجبتك الزاويه مو هيك؟ كثير حلو، اللقطه ذكيه فعلا، انك انسان موهوب. بتعرف يا استاذ جميل اني بديت انا غار منك. هذا شيء طبيعي، لازم تغار مني، لانه يلي بيطلع معي ما بيطلع معك. بس ما قلت لي منين طلعت معك هالنفه؟ يعني منين لقطتها؟ منين يعني؟ من بنات افكاري طبعا. يا عيني على بنات الافكار اللي عندك. طيب انا ليش بنات افكاري ما عم يطلع معهم هيك شيء؟ يمكن لانه ما عندك بنات بالمره، كلهم صبيان. حلو حلوه النفه فعلا حلوه. على شو عم تضحك؟ زاوية هون بالجريدة. اسمعي، قال كان في واحد مسؤول لقى مصباح، فركه وقام طلع له ماري، قال له شبيك لبيك عبدك بين ايديك، اطلب وتمنى. طلع في مسؤول هيك وقال له انت اطلب وتمنى، شوي اطلب وتمنى. فعلا حلوة. والله من كاتبك؟ واحد كاتب اسمه جميل الناشف. بصراحة عم فكر استثمر هالفكرة واعمل منها قصة قصيرة لحتى اكمل مجموعتي. طيب شلون بدك تستثمر الفكرة وهي مو إلك؟ ولا يهمك، أنا هي الشغلة شغلتي. بكل بساطة ممكن غير معالم القصة كلها، يعني بدال ما أعمله مسؤول بعمله تاجر ملاك كبير، وبدال ما أخلي المارد يطلع من الفانوس بطالعه من شي جرة من شي خابية من شي أطرميز. يعني ما بيعترض عليك كاتب المقال؟ وناصه يعترض كمان، ليش دخيلك شو عامل هو؟ كلها زاوية صغيرة بجريدة، بس أنا اللي رح أتعب ورح فكر ورح عيد صياغة الفكرة من أول وجديد ومن بنات أفكاري الخاصة. احسن شيء دق الحديد وهو حامي. لوين؟ بدي بلش بكتابه القصه لانه لازم سلم المجموعه الاسبوع الجاي. يا سلام يا سلام يا عمار، تعرف هالخاطره بيطلع منها برنامج بيطير العقل. وانا من هلا رح اسمي مصباح الامنيات السحريه. برافو عليك. شلون؟ هيك ها؟ الله فتح علينا أخيراً. خير شوفي بجريدة؟ يا سيدي في فكرة ممتازة وبتصير أحلى فيديو كليب لأغنيتك الجديدة، ما حدا سبقنا عليها على الإطلاق. هات لشو؟ ليه؟ لقطة حلوة، بيطلع منا فكرة دعاية مبتكرة بتاخد العقل. شو 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 شو؟ العمى وصلت الوقاحة لهون؟ العمى؟ في العمى على هالجرأة والوقاحة؟ خير جميل شو بك؟ لك سرقوني يا باسمة، سرقوني بعز النهار. يوه شلون يعني سرقوك وامتى وكيف؟ سرقوني بنات افكاري. ما فهمت عليك. تتذكري الزاوية يلي كتبتها عن المصباح السحري من شي اسبوعين؟ هي اللي نقلك ياها بياع الحليب؟ ولك شو نقلني ياها انت تانية؟ او حالي فيها؟ المهم شبها الاخ صاحب هالمجموعه القصصيه لطشها مني مثل ما هي وعاملها قصه قصيره، لا وفوق منها حاطط اسمه عليها بكل وقاحه من دون ما يشير لمصدرها. قصدك لبيع الحليب؟ ولك الي الي انا مصدرها، شو بيع الحليب انت الثانيه؟ بس وينك؟ انا ما رح اسكت ابدا، قسما بالله ما رح اسكت. فوتي لجوا وجيبي لي رقم المحامي. اوام. يا سلام على هالفكره، شو رائعه؟ بيطلع منك 30 حلقة بيطيروا العقل. كوميدي، تشويق، إثارة، يعني بنقدر نقصد من خلالها كل شرائح المجتمع. أستاذ طمني، شغلت لي بالي، يعني شو رأيك؟ الفكرة حلوة كتير. يعني عجبتك؟ كتير كتير عجبتني. شفت شلون أستاذ؟ أنا ما بجيب لك فكرة إلا إذا كانت جديدة ومبتكرة وفيها كل الجوانب المعنية. لا تؤاخذني أستاذ بهالكلام، يعني أنا مالي حابب أمدح حالي، بس يعني الفرق بيني وبين غيري إني أنا كاتب مجتهد بيعتمد على نفسه، مو مثل الكتاب التانيين يعني نازلين لطش من هون ومن هون. أستاذ أنا بعتمد على بنات أفكاري أنا. الله يعطيك العافية يا أستاذ، بهنيك على هالفكرة. بس يا ترى بتتحمل 30 حلقة؟ يا سيدي بتتحمل 30 و40 و60 حلقة إذا بتريد. شلون هيك بقى؟ طبعا استاذ، لانه الموضوع مفتوح غير محدد، يعني اذا وقع الفانوس مثلا بايد حدا من الناس في عندك فكره جديده لحلقه جديده بعد على اصابعك. لك يوم بيوقع الفانوس بايد استاذ مدرسه، يوم ببيع يا نصيب، يوم بايد مثلا وحده عانس، يوم بايد مراهق، وهلم جرى. يعني الموضوع غير مغلق، مفتوح لعدد كبير من الحلقات.
بهيك حالة نحن بنقدر نعمل رصد لكل شرائح المجتمع عامة. هو بالفعل الموضوع غني. يعني مستعد تتبنى؟ بصراحة أنا مستعد، بس بدي أسألك، عرضتوا على حدا قبلي يا ترى؟ لا لا يا أستاذ، هيك عم ترمينا بحجارك. يعني معقولة أنا أعرض فكري الأدبي لواحد غيرك سبق وعملتها معك شيء؟ أصبح خلاص أستاذ، أنا رح أتبنى المشروع ورح أموله، بس بدي منك مبدئياً 30 حلقة. أوكي أوكي، بس بدنا سلفة صغيرة تحت الحساب لو سمحت. قول لحتى تسلمني الحلقة الأولى لأقراها. جاهزة؟ تفضل، هاي الحلقة الأولى. العم معقول؟ شو هاد يا؟ إيشو الدنيا فتالة؟ هاي اسمها سرقة علنية. خير شوفي؟ لك شوفي قال شوفي قال، اسمعي على القصة. يستعد المخرج رضوان المقصاطي لبدء عمليات التصوير لمسلسله الجديد الفانوس السحري، وهو من تأليف كاتب السيناريو سعيد الخرندعي. وتدور أحداث العمل اسمعي عن فانوس سحري يحرسه مار الضخم، وينتقل هذا الفانوس من شخص إلى آخر، وبالتالي تتنوع حلقات العمل حسب الأشخاص الذين يمتلكون هذا الفانوس. وعن هذا العمل يقول الكاتب الخرندعي: عجبك على الشغلة؟ لك سرقوا لي فكرتي وعملوها مسلسل، لك في أكثر من هيك وقاحة؟ يعني أنت متأكد إنها قصتك؟ طبعاً متأكد، لك ما سمعتي الخبر بإذنك؟ إيه شو ناوي تعمل؟ شو ناوي أعمل؟ إيه بدي شرشحهم، بدي أرفع عليهم دعوة قضائية وطالبهم بتعويض مادي ومعنوي. ودخلك رح تستفيد بهالصورة؟ إلا ما استفيد، وإذا ما استفدت بكون عملت شوية ضجة حوالين اسمي. طيب مو لتنتهي هديك الدعوة بالأول؟ ألو دعوة؟ الدعوة اللي رافعها عليك الصحفي ومتهمك بإنك لطشت زاويته الصحفية وحولتها لقصة. اي والله معك حق. لك شلون راحت عن بالي هالشغلة؟ بس ويني؟ هلا أنا إذا ربحت الدعوة اللي رافعها على كاتب السيناريو بصير التعويض إذا ربحته من حق الصحفي إذا ربح هو الدعوة علي. مو هيك؟ وأنا كمان هيك عم قول. قولي على المشكلة. وشو العمل يعني؟ أنا بقول لك شو تعمل؟ هادي لشو؟ ما في غير انك تتفق انت والصحفي وتحلوا هالاشكال الصغير اللي بيناتكم وترفعوا دعوة مشتركة ضد كاتب السيناريو. يعني لازم تكونوا حلف واحد ضد كاتب السيناريو لحتى تستفيدوا. والله فكرة معقولة، بس قلتك الصحفي بيقبل يتحالف معي يا ترى؟ ليش لحتى ما يقبل؟ اخي اترك لي هالمقدمات هلا وقل لي شو المطلوب مني. المطلوب انك تسحب الدعوة اللي رافعها ضدي، ونحن اثنين بعدين بنرفع دعوة على سعيد الخرندعي. ايه وشو رح استفيد انا من هالشغلة؟ دخلك وشو رح تستفيد اذا ربحت الدعوة اللي رافعها ضدي؟ لا تنسى اني انا شافت كاتب قصة معتر، ما رح يطلع مني شي. اما هنيك هنيك الدسم عند سعيد الخرندعي. انت بتعرف هيك نص تلفزيوني قديش بيطلع حقه؟ قديش يعني؟ 200 الف ليرة؟ 200 الف ليرة؟ يقول 400 500 الف ولا تخاف. شو هالحكي؟ لكن الله وكيلك ما بزل عليك انه هاي القصة اقل شيء اقل شيء هيك سعرها، ويعني ساعتها نحن اذا طالبنا بالتعويض فبيطلع لنا 200 الف، 100 الك و100 الي، شبهه بضر بطنك شيء؟ لا والله حلوين يا خالد، بس شو بدنا نساوي بالدعاوي اللي رافعها ضد المطرب يلي عمل فيديو كليب والمخرج يلي ساوى برنامج منوعات من وحي الفكرة تبعي؟ خلص هلا اتركهم انساهم، هدول ما رح يطلع منهم شيء، بعدين هن ما دخلوا بالقصة كلها. يعني انت يلي عملت هالفكرة وكتبتها بالجريدة، بعدين انا اجيت وطورتها وساويتها قصة قصيرة، قام اجى السيد سعيد الخرندعي لطشها وعملها مسلسل تلفزيوني، مزبوط ولا لا؟ والله تمام مزبوط. اصبح خلص اخي اتفقنا، حط ايدك هون. باسمة؟ يا باسمة؟ باسمة؟ باركي لي يا باسمة. على شو بدي بارك لك؟ 100 ألف ليرة عدا ونقدا. إن شاء الله ألف مبروك يا رب. بس شو القصة؟ معقول ربحتوا الدعوة بهالسرعة؟ ليش في دعوة بينبت فيها بهالسرعة أنت التانية؟ لكن منين هدول المصاري؟ المنتج أبو عبد البقاعي تبع المسلسل تبعنا بعت لنا ليتفاوض معنا وناول كل واحد منا 100 ألف ليرة لإيده لحتى نتنازل عن الدعوة ونكتب له تنازل عن فكرة المسلسل. إيه وتنازلتوا له عن حقكم؟ طبعاً بدنا نتنازل. ايه انا بمئة الف ليرة مو بتنازل عن فكرة المسلسل، مستعد اتنازل عن شهادتي الجامعية كلها. لك 100 ألف ليرة هدول مو ضحكة لعبة. والله العظيم معك حق، يعني بأمرنا ما كنا رح نقدر نصمدهم. بعدين تعي لقلك شو رسمان الشغلة علي، كلها زاوية بجريدة انكتبت بيوم واحد.
مزبوط، بس بتعرف الفضل كله لبياع الحليب. اه انا بياع حليب. اما صارت لك معي نحفه يا استاذ، شكلي بتطير ضبانات العقل، بتحط العقل بالكف، يعني بالمسلسلات ما صارت. اه نحفه شو هذا يا استاذ؟ كنت جرجت تحكي لي هون على الدرج. لكن وين بدي احكي لك استاذ؟ لك يا منظوم هلا 100 واحد بيسمعنا. فوت لقول لك فوت. لوين؟ لجوا لك فوت لقول لك حتى نفطر سوا وبتحكي لي النحفه على مهلك. الحاكم انا معجب كثير ببنات افكارك.